المصرية مستعدة دائما. تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في إطار مساهمة القوات المسلحة في تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، استعدت القوات المسلحة بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية المقرر إجراء المرحلة الثانية في نطاقها، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتنظيم وتأمين أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في المحافظات المقرر إجراؤها بها. وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكيد على الاستعداد التام لجميع عناصرها لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية وتجميع الاحتياطيات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة، وكذلك التأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف الذي يليق بشعب مصر العظيم. تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم.